اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف سي في. اليوم حنا كاينين مدينة مراكش مع واحد الاب اللي كيعاني مع بسبب الاعاقة ديال ولده. كما جا على لسان الاب قال لك ما بغيت والو، ما بغيت فلوس، ما بغيت الدار، ما بغيت والو، بغيت ولدي يدخل لشي جمعية ويدخل يتعلم القراية. كما كنعرفوا حنايا قال لك الابن ديالو انه في السير القانوني ديال الدخول المدرسي، كما غادي تسمعوا على لسان الاب ديالو المعاناة اللي كيعاني معاه. خويا عاود لينا المشكل اللي عندك. معاناة التاولي والطلبة التاولي، وبيت ولدي تانا يقرا، بيت ولدي تانا يدخل شي مؤسسة على حسب التولي يقرا فيها، بيت شي مؤسسة ديال الترويض تاعي ديال الترويض، وبيتو تاني يولي بخير. الهدف ديالي هو هاد الوليد هذا خصو يوصل تا هو شوية. علاش ما كاينش الرعايه، ما كاينش مقابله، ما كاينش اللي يقابلو، ما كاينش، فهمتي؟ خصو بزاف طلبات تاولو بزاف، ها الادويه، ها الترويض. اش حمعت نمشي لواحد الترويض ديال المؤسسه ديال محمد السادس هنايا جهه السبيطار، ترويض تنجيل ليه الترويض داكشي ما غير الميكرو عافاك. ما عجبنيش اخويا هذاك، ما تلقاش اللي يساندنا، ما تلقاوش اللي يوقف معانا، ما تلقاوش اللي يهضر معاه، تتمشي تتريح تتنشر. شكون اللي بيدوز لك الترويض؟ تجي دريه صغيره يلاه ستاجير. حنا ما بيناش هذاك الشيء، حنا بينا الدوله تساهمنا، بينا الدوله تعاوننا، بينا الدوله تعاون هاد الناس اللي داوي الاعاقه. يعني الابن ديالك واش السن اللي بنت فيه الاعاقه؟ اش من سن؟ سن في عام ونص. في عام ونص اكتشفتي الاعاقه ديالو؟ اكتشفت الاعاقه، ما كانش تينوض هاد الدري. عاد حاولت معاه وكافحت معاه انا بوحدي، بدا نزول شادو انا النهار كله خصني نشدو، الا ما شديتو ما تشقاش امو. يعني كما شفنا مشاهدين قناة شوف تي في ان الابن متعلق بزاف بالاب ديالو و حراكي هو بزاف حراكي. الطبار غادي يعرفوا هذه الكلمه هذه، الا كان شي طبيب تيتصنت غادي يعرف هذه الكلمه ديال الحراك. هو مشطون، يقمش، كيعض، كيضرب. شنو السبب تاع انه كيقمش وكيعض؟ هو عنده واحد النقص في التماغ ديالو. غير الميكرو عافاك. عنده واحد النقص في التماغ ديالو. اها. هو مريض، هو خلق من خلق الله، هذيك اعاقه تتسمى من عند الله سبحانه وتعالى. مشيت عند الطب، المهم تعاون معايا واحد الصديق ديالي، معلم ديالي تنخدم معاه، هو اللي تعاون معايا واجره كبير عليا. ومشيت للجمعيات، تقيت ابواب جمعيات، والو ما كاين والو، غير الهضره والشفاوة. الا بغى يسعاو بيك الله اعلم، هادشي اللي كان تعمر لك ملف وتصيفطك فحال صافي. هادشي باش انا بغيت الطلب ديالي هو شي مدرسه يقرا ليا فيها ولدي، والطلب ديالي هو شي سونتر ديال الترويج يكون رائع وزوين، يكون فيه ترويض زوين للوليد تيالي. الوليد تيالي محتاج الترويض، محتاج الترويض بزاف. وكما قلتي لنا بغيتي انت الابن ديالك يدخل الترويض باش يلقى سهوله في التعلم تاع القراءه. فعلا علاش هو العلاج ديالو كامل هو الترويض، ولكن الترويض ما عنديش امكانيه. تمشي دقيت ابواب خلينا نقول لي 25 فرانك 30 فرانك الحصه، ثلاثه الحصه، ثلاثة الحصات في السيمانة خصتي في ثلاث أيام، خصتي 30 ألف فرنك ولا 40 ألف. أنا ما عنديش، ما في حاليش، أنا خدامي معاشو في المارشي، معروف الناس اللي بغيت تشوفها تيعرفوني، الناس خدام أنايا معاشو في الجرير كريريتا. وعد السيد هو اللي تيتعاون معايا في هذا الوليد، الله يجازيه بخير من هذا المنبر، وتنشكرو بزاف. وقيت مشكل في الدار، مشيت لقيت محمد باب السبيطار محمد السادس، ما سمعني حتى شي واحد. مشيت للمامونية، ما سمعني حتى شي واحد. مشيت لشحال من جمعية، والو. رغم ذلك والو، ما سمعت والو، ما سمعت حتى شي نداء، والو. تجاب الله مشيت وقفت على المعلم ديالي، هو اللي تعاون معايا، هو اللي مشى يطهروا ليا، هو اللي تيساندني، هو اللي شحال من حاجه، هو اللي تيشري ليا الدواء باش يقول لي شو عاد كاينه شي جمعيه ولا شي حاجه كاينه تنزل عشري. ما كاين والو اخويا، ما نكذبش عليك، شتي مراكش والو. توقف كاع على شي جمعيه تعمر لك ملف تيدير لك فيه التصويره تاعت ولدك تسافت. وما حاولتش انك انت تدفع طلب؟ لمن بغيت ندفع الطلب؟ طلب لبعض الجمعيات انك باش الابن ديالك يتلقى العلاج. اخويا انا ما لقيت حتى شي، ما عرفتش، عييت ما نقلب ما لقيت والو. لقيت واحد الجمعيه هاد الايامات هي اللي لقيتها، سميتها الاسم بدون ذكر الاسماء، لا ما نذكر الاسم ديالها، بدون ذكر الاسماء. واحد الجمعيه لقيت واحد السيده هي اللي ساعدتني في واحد الجمعيه، وكنشكرها من هذا المنبر تاع هي. حتى هي ساهمت معايا، داتو ليا عند واحد الطبيب هو اللي قلبوا ليا، هي ساهمت معايا هو اللي قلبوا ليا انت في الطهاره، والمعلم ديالي هو اللي خلص ليا امكانيه خلص لي الواجبات تاعو الطهاره، وهذيك السيده هي اللي ساعدتني. المهم انا كاع الجمعيات تقيتهم على قبل الترويض وعلى قبل القرايه، بغيت ولدي يقرا ليا. وشدوا لنا مفرش مدارس للاطفال ديال ذوي الاعاقه على حساب القراءه،
ما كاينينش. كاع اللي مشيت لعندو ما لقيتش. مشيت لهاد المدرسه هادي اللي هنايا في باب الخميس، مشيت لهاد المدارس في باب الخميس، والو ما لقيت والو. مشيت سولت المدير، قال لي المدير كانوا تيقريو هاد الناس ذوي الاعاقه، وحاليا دابا ما بقاوش في النظريه ديالك. مشات تنزل عكري هذا. يعني حنا كنعرفوا في الازمه ديال الكورونا شحال من جمعيه ان ما بقاتش كتستقبل. مشيت لمؤسسه الاعاقه ذوي الاعاقه ديال محمد السادس، وصوفت فيها ملف ديال كرم سهلول باسم كرم سهلول، مده ديال عامين هادي، والو. واش عيطوا عليا ولا قالوا هاد السيده معتب وهاد السيده محان ولا كذا، والو. ما ندقش عليا شي واحد على بالي، حطيت لهم النيميرو ديالي، حطيت لهم تصاور ولدي، السميه، الكنيه، فين تنسكن، في كل شيء، ومقاد فيها ملف. هادي اللي كاينه في التوجيهات اللي حدا المدرسه حدا قاعه المغطاط. محسوبه على سيدنا الله يذكره في هذا النهار من هذا المنبر بالخير. تنتمنوا من الله يوقفوا مع هاد الناس اللي عندهم الاعاقه. يعني واش الابن ديالك كتحاول معاه في الدار انك تدير ليه الترويض ولا تحاول؟ انا وليت ندير ليه الترويض، وكاع الحديقه تاع الحومه كاملهم تندور بهم. انا هاد الدريه تمشي تنخدم معاش ومع ثلاثه الليل، تنجي مع 11 وتنقبض ولد من 11 تاع النهار حتى الخمسه تاع العشيه. ما تا الناس ما والو، ما قابلي هاد الوليد. حياتي كلها هي هو هاد الوليد. هاد الوليد انا وليت نساندو، انا وليت نراعي ليه، انا وليت بدون مو علاش تيكتبوا لك هو خصو المرافق. المرافق شكون هو؟ هو انا. تيقمش، تيعض، تيضرب، تنصبر ليه، تيهرس الكيسان، تكون جميله سخونه، يجرها عليه يقلبها، والو. علاش شحال من طبيب مشيت لعندو؟ والو. ما لقيتش واحد اللي انا بغيتي ولدي يبرا، بغيت ولدي يتعالج، بغيت شي دواء يخرجوه ليا لولدي لي كالمي ليا. وليت انا ولدي تيفهم، بغيت ولدي ثاني يمشي شي مدرسه يستريح فيها ويقرا فيها ويفهم ويتفكر. بغيت ولدي يمشي شي سونتر تاع الترويض يكون رائع من الطراز الرائع، ماشي بحال هذا تيشد وتيدير ليه ها 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 تيقول لك هز ولدك. ماشي ترويض هذا، هذا كارتون زعكري، هذا ماشي ترويض. الترويض هو اللي تيكونوا فيه ماتريال زوين، الترويض هو اللي تكون فيه الرعايه، الترويض هو اللي تيكونوا تيضحكوا مع الوليدات تيدير لهم الترويض وتيساعدهم. انت ولدك غير يتعصب تقول لك هز عليا ولدك، واش هذا ترويض اخويا؟ ماشي ترويض. تقول لك اش عاطيني؟ اش عاطيني اللي بغيت ندير لك انا الترويض لولدك؟ هاد السونتر ديال التوجيهات اللي حدا محمد السادس ما فيه والو، فيه طنز العكري، ما نكذبش عليك، اقسم لك بالله الا فيه طنز العكري. مده تاع 3 سنين وانا متبع مع هاد الناس، تبعت معاهم في النطق، تبعت معاهم في الحراكي، تبعت معاهم في شحال من حاجه، والو. لقيت النتيجه خاويه. انا قلت الله، مشيت للجمعيات اخرين تيطالبوا الفلوس، انا راه ما عنديش الفلوس. واش اللي تيصور 70 درهم 75 درهم عنده الفلوس؟ ها يعني يلاه تكافى مع الحاجيات اليوميه ديال المنزل. واش جاب الله كنت نشري الدواء من جيبي. قلت لك المعلم ديالي هو اللي ساعدني، الله يطول عمره، تنشكرو من هذا المنبر بلا ما نذكر الاسم ديالو، تنشكرو من هذا المنبر. ولا كان تيسمعني راه غادي يقول هذه الهضره كاينه. هو اللي تيشري لي الدواء مده ديال 4 سنين، هادي السيد هو اللي تيشري لي. يعني كون ما لقيتيش هذا المعلم ديالك اللي كيعاونك؟ كون ما لقيتش هذا المعلم ديالي بغيت تنعاني، كنت تنعاني. ورغم ذلك كاع هاد السيد تيساعدني، ولكن تنعاني من شي حاجه خاصاني. هو بحال هادشي اللي قلت لك، بغيت الترويض لولدي وبغيت ولدي تانا يقرا. واش الدوله خاصها توفر لهاد الناس؟ هاد الناس محتاجين، خصهم يدوروا عليهم، خصهم يزوروه، خصهم يشوفوا هاد الناس اللي داوي الاعاقه، اللي عندهم الاعاقه. كاين اللي عنده 3 الابناء معاقين، كاين اللي عنده 2 وساكنين في بيته محتاج. واش هاد الناس هادو ما على رقبتك؟ هاد الناس ما عندهمش احساس، ما عندهمش قلب، ها ما تينظروش. هاد الناس اللي حاكمين الدوله ما عندهمش احساس، ما عندهمش قلب. ها هاد الوزاره وهاد الوزير ديال الصحه، واش ما تيفكرش في هاد الناس؟ ها تجي تشوف المعاناه ديالهم، ها تجي تشوف الطلبات ديالهم. الام مسكينه تضلت تبربق وتضل تيقمش فيها وتضرب وتتشد وتتصبر. الام ديالو هادي؟ اه الام ديالو. انا شوي قمشك داك النهار جر جميله تاعت الحريره يستر الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندوش حتى العقل باش يكابتن؟ ما عندوش العقل، هذا مرض شلل تيتسمى اعاقه في الدماغ. عنده دماغ، عنده مخ كامل ومخ ما كاملش. كاع الطب مشينا عندهم تنقول لهم يساعدونا. جيتو لمحمد السادس سبيطار محمد السادس، بغيت نتهارو حاجتك، ما عنديش فلوس. هو يقلبوا لي واحد الطبيب، مشيت عنده بحوايج تاع معاشوت، لابس حوايج تاع معاشوت، مقاكر صباط وتقاشر وتشيكي تاع مقاكر. مشاو عيطوا لي على الطبيب، قلبوا الطبيب ويقول لي هذا بغيت طهري عادي. قلت له كيفاش؟ قال لي بغيت طهري عادي، سير شوف ليه شي فرملي اللي طهروا لي كل شي حاجه. وقلت له انت ما يمكنش تساعدني؟ قال لي انا جراح تنساعدش في هذا الشيء، هو يزيد ويخليني. فاش جات واحد السيده وداتني عند واحد الطبيب، واحد السيده مدام
ندخل الاسم ديالها. نعم. واحد المدام عندها واحد الجمعيه بلا ما نسميها، هي اللي تاتني عندها الطبيب ديليز، قلب لي الوليد ديالي، قلب لي زايده لي واحد الجليده هو، ولا دار لي ولا قال لي العمليه كذا وكذا وكذا، وليت مشيت تزوجت معلمي، معلمي هو اللي خلص لي المصاريف تاع العمليه، معلمي هو اللي عاوني، معلمي هو اللي عطاني باش نشري الدواء، معلمي هو اللي تيساعدني. وما في محمد السادس وفي المامونيه ما ساعدني حتى شي واحد. قلت له اقسم لك بالله الا 3 سنين وانا تنعاني، 3 سنين وانا تنطلع وتنزل سبيطارات الدوله، والو من يستمع لي ولا من والو ينصفش لي كاع شي واحد، ما تاهش فيا كاع شي واحد نهائيا. رسالتك الناس اللي كتشوف هذا المباشر هذا؟ الرساله ديالي هو تنتمنى من الله الا كان تسمعني شي واحد يشوف هذه المعاناه تولي مع هذا الوليد. قلت له يري قرا، بغيت ليه شي ترويض هذا الوطن. انا ما بغيت لا غنى ولا انا فقير، تنتعز بالفقر، تنتعز بالحمد لله بتا معاشي، تنخدم تنضرب الكوليه على كتفاتي، ما تنمخر ما تنسرق ما والو، الحمد لله الحمد لله تنشكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله. وتا عندي واحد الطلب اخر، يخص الدوله 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 تراعي لهاد الناس اللي عندهم الاعاقه، هاد الناس اللي عندهم الاعاقه تشوف الحال ديالو. يعني الدوله راه دايره، الدوله دايره المجهود ديالها، راه كيبقى الحمل على الجمعيات والناس المسؤولين. يعني كانت الدوله دايره المجهود ديالها فعلا الله اعلم، ولكن هاد الناس اللي شادتي الجمعيات، بعض الجمعيات الله يهديهم الله يهديهم، بزاف الاكل 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 الاكل، واش ما غاديش تموت؟ شوف الناس اللي محتاجه، الا كنتي دير جمعيه شوف الناس اللي محتاجه، شوف الناس اللي تتعاني، ماشي انت تبدا تتنزع على الناس وتشد التصويره تاعت وليد معاق ولا بنيه معاقه وتلوحه. حشومه 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 بزاف. بغيت انا سونتر يكون زوين، تنتمنى من الله يسمعني المدير ديال السونتر ديال محمد السادس اللي داوي الاعاقه في التوجيه، عيط لي على وليدي، اش هذاك السونتر فيه رعايه زوينه، فيه ناس زوينين صراحه، ما نكذبوش شفت هذاك الشيء بعيني، ماتريال زوين داكشي ديال صراحه مانيفيك هذاكشي. تنتمنى من الله هاد المدير اللي كان تيسمع فيا ينادي على كرام سهلول، كرام سهلول ان شاء الله يكون خير ان شاء الله الوالدين. تنتمنى من الله الخير لهاد البلاد، تنتمنى من الله هاد الناس اللي شادت الجمعيات، وعاش الملك عاش محمد السادس الى الموت. السلام عليكم. اذا مشاهدينا الكرام كما سمعتوا المتطلبات ديال الاب فقط انه يتعالج الابن ديالو، ما بغى والو كما سمعتوا، باغي غير فقط الترويض للابن ديالو. هذا الشيء المتطلبات ديال الاب، الاب ديال كرم، الاب ديال كرم. يعني حنا كنتمنوا من اي شخص قادر انه يعاون كرم وقادر انه يساعد العائله ديال كرم في الابن ديالها، يعني كنتمنوا انه يتدخل على الخط. وشكرا مشاهدينا الكرام الى